أهلا بكم ومصر الليلة. من صحفية وهبت نفسها للمشير إلى شاعر قال حبلت نساؤه بنجم السيسي، إلى عالم أزهري يعلنه رسولا ابتعثه الله إلى المصريين خاصة. إذن فالسيسي في نظرهم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. زلات لسانه أغنيات، أحلامه رؤى، تسريباته حكمة، وانقلابه ثورة، وعلى أكتافه تلمع نياشين تتويجا لحروب لم يخضها. يتمنى عن الرئاسة فيدشنون له كمل جميلك، تنقطع الكهرباء فيكفيهم أنهم نور عينيه. من أجله ترقص نساء في الشوارع بتصفيق من أزواجهن على نغمات تسلم الأيادي. هوس مؤيدي السيسي بمرشحهم المحتمل تجاوز الإعجاب إلى التقديس، وتخطى الإلهام إلى النبوة، حتى تحول من قائد عسكري إلى مخلص. إنها أكثر الصناعات ازدهارا، صناعة الفرعون. لا تسلني إن كان القرآن مخلوقا أم أزلي، بل سلني إن كان السلطان لصا أو نصف نبي. هكذا قالها الشاعر أمل دنقل على سبيل المبالغة، دون أن يدور بخلده إن كان الحاكم في زمن الانقلابات العسكرية قد يصبح إلها وليس مجرد نصف نبي. يحار العقلاء في تفسير حمى تمجيد أو تأليه السيسي والتي ضربت مؤيدي الانقلاب العسكري في مصر. ومصدر الحيرة أن الحمى لم تعد قاصرة على العوام الذين يصنعون تماثيل السيسي أو يسجدون لصورته، بل تعدت إلى كتاب وأكاديميين ورجال دين مسلمين ومسيحيين في أبشع تجسيد للوحدة الوطنية. فأحد الكتاب يخاطب السيسي في مقال له قائلا: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. ولأن زعيم الانقلاب إله أو نبي على الأقل، فهو وسيم بطبعه لا تشوبه شائبة. هكذا بشرنا القس البارز بولس عويضة الذي أضفى صفات الجمال على المشير السيسي. المشير عبد الفتاح السيسي الوسيم. طب ما هو أمور بطبعه، أمور بشكله. أنا لما ببص لصورته بأذوب حبا في جمال منظره وجمال هيئته وجمال شكله. أما الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ونجم البرامج التلفزيونية الدينية، فكان أقل سخاء في وصف السيسي، فجعل من المشير ووزير الداخلية أشبه بموسى وهارون. كما ابتعث وأرسل من قبل رجلين موسى وهارون، أرسل رجلين وابتعث رجلين. ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. خرج السيسي ومحمد إبراهيم لتحقيق قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. تقول الأسطورة إن خياطا ماكرا خدع حاكما مجرما، وأوهمه أنه صنع له ثوبا سحريا لا يراه إلا الحكماء. فلما خرج الملك على حاشيته عارية، أشادوا جميعا بروعة وجمال الثوب، خشية اتهامهم في عقلهم وخوفا من بطش الملك. إلا أن طفلا بريئا ألقاها في وجه الملك ومنافقيه فقالها صريحة: إني أرى الملك عاريا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد في الجزء الرابع والاخير من مصر الليله والهوس بالمشير السيسي، معي في استوديو مصر الليله الفنان الساخر محمد بكوس. اهلا بك معنا محمد. اهلا بك استاذ احمد والمشاهدين. محمد، ببساطه لماذا وصلنا الى هذه الحاله من الهوس بالمشير السيسي؟ هي حاله مصريه اللي هي صناعه الفرعون، حاله مصريه خالصه من ايام الفراعنه. انا مش مستغرب من الدكتور سعد الدين الهلالي او القس، يعني كلمة وسيم دي حاجة يعني أبعد ما تكون عن الفريق السيسي. الشكل معروف، يعني إحنا نتكلم عن الأبطال بتوع الأفلام والجنات ما لهمش علاقة بشكل الفريق السيسي. بالعكس، كان في أفلام كوميدية أو أفلام من زمان، إسماعيل ياسين، محمود المليجي كده، كانوا لما بيحبوا يعني يرعبوا الناس بيجيبوا شكل صامت. الوسامة بتختلف برضك من عصر لعصر. يمكن ده يمكن الفريق المشير السيسي دلوقتي هو ده، دي بداية عصر جديد للوسامة. هي فكرة الفراعنة اللي أنا عايز أقول عليها، اللي هو مثلا كان رمسيس الثاني لما جه بعد حتشبسوت دفن مدينه كانت هي عاملاها، دفنها وشال اسمها من على الجدران. واحنا اكتشفنا في القرن العشرين بقى الايه المعبد بتاعها، فدي حاجه قديمه جدا. فرعون دايما بيبقى معاه هامان، بيبقى معاه الكهنه، بيبقى معاه قارون،
ودي حاجات موجوده دلوقتي احنا حتى بنقلد بدون ابداع، يعني بنقلد الحكايه بعد 7000 سنه بنفس الطريقه، اللي هو الكهنه والمبخراتيه اللي هو والقارون اللي بيصرف فلوس مش اكتر. ينضم الينا عبر سكايب في هذا الحوار عطوة كنانة، المواطن المصري البسيط الذي يتحدث الينا من ريف مصر. اهلا بك معنا عطوة. السلام عليكم. الو. نعم الو عطوة، يعني كيف ترى فكرة الهوس بالفريق السيسي او بالمشير السيسي؟ انا طالع. السلام عليكم. انا طالع في التلفزيون عندك. انت طالع معايا يا عطوة. بص يا استاذ، انا شفت التقرير اللي والله انا حاسس كنت هرجع، كنت حاسس ان كنت هرجع، وافتكرت القصه اللي خدناها في ابتداء بتاع عجل ابيس، افتكرت بتاع القصه بتاع عجل ابيس. ربنا نجى بتوع اسرائيل من البحر، عبدوا العجل. استغفر الله العظيم، دي حاجه تكرهنا في الميك ماوس، تكره الواحد في الميك ماوس. انا ماليش في السياسه وشغل التلبنتيت والكلام اللي الضيوف بيقولوه، الكلام ما فهمتش في السياسه. يعبدوه، يعملوه تمثال، يشربوه، يحلبوه. انا موجود في الشارع، ما عرفت انا المسخه وقله الادب اللي بيقولوها، وحلو ومش حلو، وستات حبله. حبله ايه؟ قله الادب دي والمسخه دي. والسيس والسيس وشيخ، ويقول لك الرسول سيدنا محمد ختم الانبياء. جدع انت سيدنا محمد ختم الانبياء يا سعدي جيب، ولا الشيخ اللي جبته ده ابو بدله، يقول لك موسى وهارون. استغفر الله العظيم، ويقول استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طيب يعني انت ليه معترض على فكره هو الحب عموما والاحبه ممكن يصلوا الى هذه الحالات من التقديس؟ يعني هي بتكون اشارات اكثر منها حقائق. هو ده شايفه نبي، والثاني شايف ان يعني نساؤنا حبلى بنجم السيسي، فده حب يا عطوة، مش تقديس. يعني ما في من الحب ما قتل، وفي لا مؤاخذة حب هبل. حب ايه اللي انت جاي تقول عليها يا استاذ؟ بص احنا عندنا مثل لمؤاخذة بيقول كل شله يشبهله، حتى الحمار واللي انيه. ومين هيحب مين؟ واحد بيقتل المصريين يتحب ازاي؟ ده ايده متعاسه، ايده متعاسه بالدم، بدم المصريين، وايده متعاسه بالصناديق اللي بوظها بتاعت الديمقراطيه وكرامه المصريين. يحبوه ازاي وهو هينشف رقهم وسد النهضة بيدفني؟ حب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ابقى معي يا عطوة، سأعود إليك مرة أخرى، لكن دعنا نذهب إلى ضيفي عبر الهاتف. أرحب به الدكتور عمرو أبو خليل، وهو مدير مركز الاستشارات النفسية والاجتماعية بالإسكندرية. ما رأيك يعني في هذه الظاهرة؟ هل أصبحت ظاهرة يعني مجتمعية دكتور عمرو، فكرة الهوس بالمشير السيسي؟ الحقيقة هو السؤال فعلا، هل هذه ظاهرة اجتماعية ولا هي ظاهرة إعلامية يتم تسليط الضوء عليها بشكل قوي، بما يؤدي إلى الوهم بأن هناك حالة هوس بالسيسي. الواقع أن المواطن المصري اللي أنت مستضيفه وعينة من المواطنين المصريين اللي احنا عايشين معاهم وموجودين في الشارع معاهم، واللي بعضهم يعني يمكن تذمرا من سوء الأداء الإداري لحكم دكتور مرسي، واللي هو كان له يعني اسباب عديده ولكن ليس هذا مجالها، يمكن تذمروا في وقت من الاوقات واستبشروا بان هناك شيء اخر سوف يتم. النهارده بعد 7 شهور من الانقلاب وانا راجل موجود في الشارع وبتحرك في وسط الناس، لا يوجد الحقيقه هوس بالسيسي، ولكن هي يوجد تذمر ويوجد رفض ويوجد احساس. يعني يا دكتور بتقصد ان هناك من يحاول ان يصنع هوس بالمشير السيسي عبر وسائل الاعلام، وليس لا وجود له حقيقيا على الارض؟ بالضبط حضرتك كده. حتى من رفعوا اللي كانوا رافعين صوره في بعض الاماكن او في بعض المحافل، حضرتك حاليا هذه الصور بدات تنحسب بشكل قوي وبشكل واضح للعيان. حالة النقد حضرتك في الشارع وفي المواصلات العامة وفي المكاتب العامة لما يجري في مصر وما فعله السيسي في البلد أصبحت تثير بشكل وبوتيرة عالية وبشكل واضح، غير يمكن في الأيام الأولى أو حتى في الشهر الأول. ابقى معي يا دكتور عمرو، سأعود إليك مرة أخرى، لكن عودة لضيفي في الاستوديو محمد بكوس. من هم أغرب من قابلتهم
يعني عندهم هوس بالمشير السيسي يا محمد؟ هو في ناس بتيجي تتكلم معاها فبيجي عشان يقفل الموضوع معاك يقول لك هو انقلاب، يعني انت عاوز ايه تاني؟ يعني هو بيعترف خلصنا يعني بقى. في واحد بيقول لي مثلا السيسي شارك في حرب اكتوبر واضع الارهاب، فقلت له لا انت معلوماتك بايظه، هو ما شاركش في حرب اكتوبر. فطلع بيهزر قال لي يعني هو اضع الارهاب. فكره ان احنا على فكره يعني فين الضابط وفين الضابط؟ التاريخ التاريخ احنا بنزيفه الحقيقه، وده مش هيطول الموضوع دوت. وفكره ان انت بتقول يعني احنا بقول احنا بناخد من السينما، وفي ناس بتساعد الناس دي بسيناريوهات على فكره. طيب يعني انا بشوفه سينما، شغل سينما. ايه رايك في كلام الفنانه السوريه رغده لما قالت ان السيسي ذكر؟ هي مصر مش محتاجه ذكوره، مصر فيها ذكوره. يعني هي رفاكه لو قصدها ذكر يعني ذكر عيب يعني تقول كلمه زي دي طبعا، وهي كأنثى حتى ما يصحش تقول كلمه زي دي، وهي معروفه رغده بالاراء اللي هي اللي بتعمل لها شير وبتعمل لها دعايه. في قاعده استاذ احمد اعلاميه تقول لك اذا تحدثت خطا فسوف ينظر اليك الناس، كله شغال بيها. على فكره مش هي بس اللي قالت ان هو ذكر، احد الكتاب الصحفيين عبد الحليم قنديل على ما اعتقد قال برضك، وصفه بان هو ذكر. هقول لحضرتك حاجه هتحصل الاسبوع ده. سعد الدين الهلالي بعد ما قال الكلمتين دول، اول حاجه سعره اعلاميا يزيد، طول الاسبوع هيطلع في اليوم من 4 لـ5 مرات. قاعده معروفه يعني بقت مستهلكه. واسال بس الجمهور اللي بيسمعنا سؤال واحد، من 4 سنين كان فين سعد الدين الهلالي اللي هو معدي 60 سنة؟ يعني احنا اكتشفناه، دي شغل صناعه. لما تيجي تقول تاريخه ايه، هات لي فيديو ليه هو عنده 40 سنه، مفيش. طيب عطوة كنانة، هل احلام السيسي تحققت وسوف خلاص سيترشح للرئاسة؟ يعني غضون شهور قليلة سنراه يجلس على على سدة الحكم او في سدة الحكم في مصر. عطوة يعني ايه سدة الحكم؟ طيب يعني ده انت عارف بقى احنا كاعلاميين لازم نختار بعض الالفاظ كده يعني نصعب بيها الامور شوية. يعني يبقى رئيس يعني؟ ايوه يبقى رئيس يعني. لا الحلم بتاع الساعة أومجا والسيف والكلام ده والساعة اللي حلم بيها، لا أنا مش سارع وبقوله يا سيسي غطيها، غطي الساعة يعني عشان الشعب هيتصرف فيها. والأحلام مصر ما بتمشيش بالأحلام، والبقى لو عايز تفسير الساعة دي معناها إن ساعتك قربت، والسيف اللي عليه بالدم الشعب بقى هيعرفك إيه الجلاشة بتتعمل إزاي مع اللي يدمر مصر ويضيع مصر ويضيع جيش مصر العجيب. والحلم ده مش هيتحقق قول عندهم يا ادهم. ليه بس انت ليه انت معلش انا شايفك كده مش واقعي يا كنانه، لان لا الحلم هيتحقق، الراجل على وشك ان هو يترشح، ولو ترشح يعني ما اعتقدش ان في حد هينزل قدامه اساسا. مش واقعي عشان انا مأجر التابلوب ده، مأجره مش هترشح لا للرئاسه ولا مش هترشح لاي حاجه. وهتشوف والمهووسين دي دول مش شعب مصر، يقول لك اعلامه مش ده الشعب بتاعهم، عشان علي حجار يقول لك انتوا شعب واحنا شعب، الشعب بتاعهم عشان اللي كان حبنا بالسيسي مهووسين بيه، لكن المصريين الحقيقيين ناس محترمين. طب ايه رايك في فكره ان مصر في الفتره اللي جايه عطوه محتاجه ذكر زي ما قالت رغده وقال بعض الصحفيين؟ يعني مصر كلها تكوله ومصر رجاله، وعلى راي وزير الداخليه عايز تجرب قرب. وبقول بقى للست الممثله وبقول للسيسي وعطوة كنانة وكل المصريين رجاله وذكوره بجد على اي حد، وعايز تجرب قرب. طيب وصفنا في الميادين وفي الشوارع. عطوة خليك معايا عطوة، اذهب للدكتور عمرو ابو خليل. دكتور عمرو يعني اسمح لي تحليلك النفسي لخطابات الفريق المشير السيسي، يراها البعض تتميز بالعاطفة الشديدة، وده أسباب أحد أسباب ولع السيدات بي في مصر ونزولهم زي ما البعض شايف يعني بكثافة في الاستفتاء الماضي، وكأنهم كانوا بيستفتوا على السيسي وليس على الدستور. يعني حضرتك يا فندم برضو بنرجع لمسألة يعني الأوهام التي يصدرها الإعلام إلينا. حضرتك اذا كنا بنتكلم عن الفتيات وعن السيدات فحضرتك شوفهم في المظاهرات يوميه ضد السيسي وضد الانقلاب. الحقيقه هو ده رد الفعل على الخطاب، الحقيقه اللي هو مش عاطفي. يعني برضه المصريين اذا كانوا بيقولوا بيتكلموا عن يعني عن الرجوله وعن الذكر او كذا او كذا، الحقيقه ان المصريين الطبيعيين الحقيقه بيسلبوا طريقه السهوكه اللي هي باللغه يعني باللغه العاميه المصريه، والطريقه يعني التي لا توصف الرساله فيها نوع من القوه ونوع من التفاعل الحقيقي الى الناس، بالعكس اللغه المائعه
طيب ابقى معي دكتور عمرو، وأتحول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأهم ما وصل إلينا في سياق هذه القضية، الهوس بالمشير السيسي عمر. نعم. كيف كان على مواقع التواصل الاجتماعي؟ جاءتنا الكثير من التعليقات أحمد، سأعرض بعضها للمشاهدين. جاءنا بداية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من السيد يقول: لا تسأل الطغاة لماذا طغوا، ولكن اسأل العبيد لماذا ركعوا. تعليق آخر جاءنا يقول: فاستخف قومه فأطاعوه. تعليق آخر لمصطفى يقول: لا أتعجب من ذلك، فإن بني إسرائيل عبدوا العجل بعد أن شق الله لهم البحر ونجاهم من فرعون. تعليق آخر على فيسبوك من هيثم المصري يقول: عجبا لشخص، كلما حررته من شخص يستعبده بحثا عن آخر. تعليق آخر على فيسبوك من أحمد خليل يقول، أو أحمد خليفة يقول: أنصار السيسي هم أنصار مبارك، وهوسهم به أنه رجع دولة مبارك من تاني. تعليق آخر على فيسبوك من السيد يقول، هذا نفس التعليق السابق. نذهب إلى تويتر، جاءنا من فداء تقول: علشان شايفين فيه مهند في النسخة المصرية، وعشان هم نور عينيه. تعليق آخر من أم آية تقول: مثلث الرعب هو الجهل والفقر والمرض. تعليق آخر يقول: هم نفسهم مش عارفين، لأنه متعودين على وجود أي حد يديهم بالكرباج ويرملهم البواقي ومرسي، ما كانش كده. تعليق آخر يقول: ليس حبا في السيسي، ولكن حقدا على التيار الديني، وحبا في أي حد يقضي عليه. تعليق آخر يقول: ما شاء الله، السيسي ترقى من لواء إلى فريق أول إلى مشير إلى رسول في سنة، تسألون كيف يولد الفرعون. كانت هذه أبرز التعليقات التي جاءتنا أحمد إليك مرة أخرى. شكرا عمر، واضح أن التعليقات كانت تعليقات رزينة وشديدة، يعني بعيدا عن سياسي الحقيقة، بعيدا عن السخرية. طيب عطوة سريعا، لو في 30 ثانية لو قابلت المشير السيسي في الطريق في يوم ما، يعني تخيلات، ماذا ستقول له؟ ماذا ستفعل معه؟ نفسي قابله في الشارع في 30 ثانية، أديله 30 كلمة. أنا كنت بقولها كلمة حكمة. اللي عنده سيسي ومغلبه، ها، يا يربطه يا يجيب له شعبه يزبطه. هقولها له اللي كنت بقولها له زمان في رابعة على المنشة، ومش تحملهاش مني: لو عندك سيسي وعامل لك أزمة، امسكه من ديله واديله بالجهد. يعني عفوا طبعا، ده هذا الكلام على عقبتك عطوة، صعب الأمور علينا كده. طيب أختم بك بكوس، وأنا أعلم أن لديك قصيدة تريد أن تختم بها في دقيقة واحدة. ماذا تقول؟ أنا بقول: الحمد لله مستورة، وماشية بس مقطورة، الأعمى شايف الصورة، كله بيدفع في فاتورة، للي نهب واللي ارتشى، واللي بالأسرار فشى، وساب نبات من غير عشاء، صبحت فاصل من الفيشة، وشاطر قال عن العيشة، واللي على رأسهم ريشة، خلعوا البرقع والبيشة، بفساد يكسر الهمة، وخيل بيجري في الزمة، ومجلس لابس العمة، نتن طموحه يكون رمة، فالتطوير بقى وش جير، والتنمية رصف وتشجير، والطب حنة وزيت جرجير، واليافطة بيع ومفيش تأجير، بيع لدواعي السفر، بعذر شيطان اللي كفر، دول معروفين بالنفر، بس معاهم شيخ غفر، طالبين تعيين سجانين، وترزي وطباخ وعجانين، ورؤساء تحرير للجرانين، يضحوا بالأم لأجل الجنين. شكرا جزيلا الفنان الساخر محمد بكوس، وعفوا نتحفظ مرة أخرى على يعني ما جاء في تعليق عطوة كنانة على مسألة الهوس بالمشير السيسي، وما تحدث به هو على عهدته تماما. أشكر الفنان الساخر عطوة كنانة، كان معنا عبر سكايب من القاهرة، وأشكر كذلك الدكتور عمرو أبو خليل مدير مركز الاستشارات النفسية والاجتماعية بالإسكندرية، كان معنا عبر الهاتف. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مصر الليلة، وتابعنا فيها قتلى وجرحى ومعتقلين جراء اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين في جمعة الشعب يستكمل ثورته. عاوزني أقول له مين من الناس بتوع التحالف الوطني للدعم الشرعية.
الجزيرة، مباشر مصر تحصل على تسجيل من داخل قسم شرطة حلوان لمتهم تعرض للتعذيب بتهمة تمويل التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري. بعض الجدر الخرسانية البوابات الحديدية تغلق ميادين القاهرة، فهل هي لتأمين السلطة أم محاصرة الشعب؟ أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. خرج السيسي ومحمد إبراهيم. السيسي رسولا ومخلصا، الهوس بالمشير ظاهرة تجتاح مؤيديه، فهل تستمر في مصر صناعة الفرعون؟ مشاهدينا، حتى ليلة مصرية أخرى وسهرة أخرى، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.